السلام عليكم. شرحي لنا شنو المشكل اللي عندك. المشكل اللي عندنا جينا حنايا اليوم للاندلس باش نشوفوا الدار اللي عطاوها في استفاده، عطاوها الدار في استفاده بروميان عماره 9 شقه 11. كنكتشفوا ان قال لك لا ما كايناش، عندنا غير كاتريان من التحت بغاو يهزونا الفوق. قلنا لهم علاش حنا غنعطيو رزقنا؟ قال لك لا، ملي جينا نشوفوا لقيناهم باعوها لوحدين اخرين. نيت الناس اللي واخدينها هما كانوا تما قبيله واقفين، علاش حيدوها لينا حنا وباعوها لوحدين اخرين؟ علاش هادوك يعطيو فلوس حنا ما نعطيوش فلوس؟ بغينا نعرفوا السبب شنو هو. الناس ديجا معانا من الساكنه ديالنا وقع لهم نفس المشكل، عطاوهم بروميان دوزيام، جاو هنايا عطاوهم كاتريام، هادوك قبلوا عليها وسكتوا مغلوب على امرهم. حنا ما بغيناش نقبلوا، حنا بغينا منهم والو، بغينا غير حقنا. درنا قرعه جاتنا بروميان، بغينا بروميان ديالنا. بغاو يبدلوها لينا، بدلوها لينا بسفلي ولا دوزيام، باش يبدلوها لينا بكاتريام صعيب الحال. حنا عندنا المراه مريضه تبغي تطلع غير بوطه، دابا بروميان ولات كتخف، محسها كتطلع على الكاتريام؟ راه ما يمكنش. حنا ما باغيين منهم والو، حنا بغينا يديروا معنا غير حلف في هذا الشيء اللي كان ديالنا، حلف ديالنا ماشي حلف ديالهم. حنا بغينا حلف ديالنا، جاتنا بروميان عماره 9 الشقه 11 بغيناها، جينا هنا باش نعطيوهم فلوسنا كاملين باش ناخذوا دارنا. كنكتشفوا الدار تباعت، علاش هذوك اللي شراو الدار حسن منا حنا عطاوهم فلوس حنا نعطيوهم شي حاجه من غير الفلوس؟ ما يمكنش. حنا درنا قرعه في هاد الدار، بغينا هاد الدار، ما كنطالبوا منهم حتى حد وما بغينا حتى شي حاجه من شي حد، حنا بغينا غير حقنا. هاي القرعه فين بلاصه ديال القرعه؟ في عمل ديال الحي محمدي دابا هادو الاستفاده. الاستفاده حنا ما بغينا والو. دارت قرعه في عماره 9 شقه 11 بروميان، باغاها هادشي اللي باغا، ما باغا منهم والو، ما بغات يبدلوا لها والو. هذاك الشيء اللي جا في حقها هو اللي بغاتو، جات باش تخلص عليه. كتكتشف عندها كاتريام، او عرفتي من بروميان كاتريام بزاف. ما يمكنش، واش واحد السيده جايه تخلص بروميان كتكتشف انهم باعوا لها؟ علاش؟ واش نتوما الوحيدين اللي وقع لكم هذا؟ لا، بزاف الناس وقع لهم هذا الشيء. هذوك الناس مغلوب على امرهم، رضاو ومشاو سكنوا، رضاو سكنوا، رضاو بالكاتريام اللي عطاوهم سكنوا. حنا ما رضيناش. واش طبقتوا الكلمه اللي مكتوبه على المستفيد بهذه الاجراءات الاستفاده مع المنعش العقاري داخل اجل 15 يوم؟ انتوما نهار 5 يوليو 2022 استعطاتكم، واش في خلال ديك المده ديال 15 يوم هذاك النهار درنا القرعه؟ اليوم الغد جينا ما فتناش، الغد جينا، جينا لهذا البيرو عند واحد السيد السي محمد هو اللي مكلف، قال لي ما كايناش البروميان تباعت، كاينه كاتريام. مني قلنا اليوم بحال اليوم درنا قرعه الغد جينا. هذا التاريخ ديال 5 يوليو 2022 كانت القرعه 5 فوالا، جيتوا انتم من وراها بنهار بنهار الغد ديالها. كنا جينا في المقاطعه تما شفنا هوندات كل شيء جا باش يشوفوا الدور، فرحانين الناس، عرفتي الناس فرحانين يعطيهم استفاده، راه ما يقدروش يتسناو سيمانه ولا مع شدوا القرعه خداو هاد الروسي الصباح في المقاطعه جاو هنايا ما تعطلوش. من هذاك التاريخ يعني قلتي من هذاك التاريخ 6 يوليوز 2022 حتى لدابا شهرين هادي شنو درتي؟ شهرين جينا عنده قلنا له ودي بغينا هاد الابارتون، قال لك ما يمكنش ما بقاش عندنا بروميان، بغيتي كاتريام مرحبا سيري فين استفدتي يبدلوا لك. مزيان وقرا نفسو نهار 6 يوليوز 2022 قال لك ودي راه ما كاينش بريمير، شنو هي الاجراءات اللي درتي؟ مشينا رجعنا فين صيفطنا هو، قال لك سيري للمقاطعه ديالكم فين درتوا الاستفاده. مشينا سولناهم قلنا لهم اسيدي راه هاد البروميان ما بقاتش، بقات كاتريام، راه قال لك بدلوا لينا قرعه حتى شي قرعه اخرى. قال لنا الا لا، ملي كدار قرعه وكتحصاي وكتمشي كتسد الدوسي ديالك، استفدتي من عندي، هما اللي خاصهم بقى عليهم في شي لاخر، باعوا لك دارك يعطيوها لك في كونت اخر، هما يديروها لك في البروجيت اللي عندهم. مشينا عند النوطير باش نخلصوا نقادوا مع الاجراءات وتجي تسكن في دارها اللي عطاوها، قال لها ما نقدر ندير معاك والو، خاصك تجيبي ورقه من البيرو انك خديتي هاد الدار. مني كنرجعوا عنده كيقول لك ما عندنا ما نديروا لك. لا مني رجعتوا للمقاطعه، يعني المقاطعه وقع عندها حتى شي مدخل؟ ما عندها حتى مدخله، قال لك الدوله مخلصه عليك واحد المبلغ وانت عتكمل واحد المبلغ. حنا مني جينا عندهم وخدينا من عندهم المشروع كيعطيك واحد لاليس في هاد الدور اللي ما مبيوعينش، بروميان دوزيام بالارقام ديالهم بكل شيء، كنشدوها حنا كنديروا لكم قرعه في واحد الصندوق. كتخشي يدك كتجيب دي قرعتك، الدار اللي جاتك حنا راه دافعين لكم فيها، سيروا كملوها وخذوها. هي مني جات اليوم بغات تكمل الخلاص اللي باقي لها واحد 10 ديال المليون باش تكملها، قال لها ما عندكش هاد الدار هادي. انت قلت لي جيتوا نهار من وراء
اليوم اليوم مني بغات تخلص. واش اليوم حيت اليوم وجدات راسها بغات تخلص صافي. حيت هما عاطينك هنا الاجراءات ديالها ديال سميتو ما تفوتيش 15 ما تفوتيش 15 يوم في الدار تجي تعينيها تسني بان هذه اللي درتي عليها قرعه ديالك. حنا جينا ما فايتهاش نهار درنا قرعه اليوم الغد جات هي جيت انا نيت معاه ملي دخلنا عنده ما فايتهاش نهار قال لك حقه روميان ما كايناش كطريان بغيتي نطلعك لها دابا. دابا شنو غادي ديروا ان شاء الله؟ شنو غنديروا؟ حنا بغينا شي حل. حنا علاش كنا عرفنا اش غنديروا كاع ما نبقاو واقفين النهار كامل. خصكم توصلوا معاهم التقاضي. راه الى لزم هادشي غادي نوصلوا ليه. حيت علاش هادوك اللي باعوها اليوم حصل منا حنا؟ فهمت انا؟ حنا علاش جينا عنده؟ حنا ما طلبنا منه والو. حنا مني ما بغيتيش تعطينا هادي بالضبط او بعتيها ما بغينا منك حنا حتى حاجه. حنا اللي بغينا بعتي لينا بروميان عطينا السفلي عطينا دوزيام شي حتى التروازيام مقابلين عليها وكاتريام انا ما نقبلوش عليها كاتريام بزاف. حنا الحل اللي بغا هو باغي نديرو معاه ما طالبين منه حتى حاجه. عطينا السفليه ولا عطينا دوزيام ولا عطينا التروازيام كاتريام كامله بزاف كاتريام كامله بزاف.